Italien, das wirklich ganz für Äthiopien. وين هي روحت علشان عايزة أشوف المصريين وحريص إن أنا أكون في ويك إند عشان يقدروا إن هما يقابلوني. ولقيت نماذج الحقيقة مبهرة وطبعا بيشتغلوا في منظمات دولية وفي الاتحاد الأفريقي، يعني إذا إحنا عندنا قوة ناعمة موجودة داخل أفريقيا شغالة، من المهم جدا إن إحنا نستفيد من تواجدها. إنما حضراتكم عارفين أنا كنت دبلوماسية سابقة، أنا اشتغلت في فترة من فترات عملي في الخارج في شيكاغو. وفي شيكاغو كان في دكتور مشهور اسمه دكتور كمال إبراهيم، دكتور كمال إبراهيم أستاذ العمود الفقري. حضراتكم عارفين إنه مرض السل منتشر في أفريقيا، السل بيسبب تعوجات في العمود الفقري. ففي زيارتي لأفريقيا اكتشفت إن دكتور كمال إبراهيم متواجد أيضاً كان في الفترة اللي أنا كنت فيها، وعرفت منه إنه عامل مركز لعلاج تعوجات او امراض العمود الفقري داخل اثيوبيا. رحت معاه وزرت المركز وشفت قبل كده الاثيوبيين منبهرين وشايفين ان دكتور كمال ابراهيم ده المركز بتاع العمود. وبيعمل الموضوع ده الحقيقه بدون مقابل. فاحنا اذا عندنا قوه ناعمه من الاطباء المصريين المتواجدين خارج الدوله، انما ممكن ان هم يساعدوا الدوله من خلال هذه الاصوات اللي موجودة خاصة في المجال الصحي اللي القارة الأفريقية بتعاني منه. غير دكتور كمال إبراهيم، احنا إذا عندنا قوة ناعمة من الأطباء المصريين المتواجدين خارج الدولة، إنما ممكن إن هم يساعدوا الدولة من خلال هذه الأزوة اللي موجودة خاصة في المجال الصحي اللي القارة الأفريقية بتعاني منه. غير دكتور كمال إبراهيم، في أيضا دكتور مجدي يعقوب. دكتور مجدي يعقوب برضو فاتح مركز. معلش انا هربط، هنتقل من حاجه لحاجه، بس هما كلهم بيخدموا على بعض. انا لما